أهلا بكل المشاهدين، خلينا نعرف مع بعض تفاصيل الجو النهاردة هيكون إزاي وهيئة الأرصاد اللي بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس هتعرفنا عليها الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا اليومين دول بنبقى متوقعين يا دكتورة ان الجو يكون يعني اكثر برودة، لكن احنا شايفين ارتفاع في درجات الحرارة، ليه؟ بالفعل لان احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مرتفعة درجات حرارتها، اتجاهات رياح ما بين الجنوبيات الشرقية الى الشماليات الشرقية، فده بيأثر على اغلب محافظات الجمهورية وبيؤدي لارتفاع في درجات الحرارة اعلى من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 5 درجات. فاحنا دايما متعودين في بداية الخريف ان احنا نحس بانخفاض درجات الحرارة، لكن دايما النص الاول من فصل الخريف بيتخللوا بعض موجات ارتفاع في درجات الحرارة، وده اللي بنشهده خلال هذه الايام. كمان في امتداد لمرتفع جوي الطبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس، فاحنا بنحس بالاجواء ما بين الحارة الرطبة الى شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على اغلب مناطق الجمهورية. خلال فترات الليل يمكن مع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون معتدلة تماما، بنحس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة كمان في بعض الليالي بيكون في نشاط للرياح فترات المساء والساعات الأولى من الليل، بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة لأن في ارتفاع طفيف كمان في نسب الرطوبة خلال فترات النهار وفترات الليل، فده مزود إحساسنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة. خلال فترات الليل نشاط الرياح بيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، بيخلينا نحس بالاعتدال في الأجواء. كمان طبعا في تكون لشبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. كل شكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا دلوقتي مشاهدينا نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبتدي بطبيعة الحال من القاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، العلمين الجديدة 31-23، المطروح 31-24، دمياط 31-24، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 36-23. لو بصينا على السويس هنلاقي العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 32-24، كاترين 32-18، طابة 35-24، حلايب 35-27، شلاتين 38-28، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 39 أيضا 27. نروح الفيوم، العظمى فيها 36 والصغرى 23، بني سويف 37-23، الوادي الجديد 43-29، أسيوط 40-24، سوهاج 41-25، قنا 43-26، الأقصر أيضا 43-26، أما أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 28. مشاهدينا خلينا نروح على طول لشاذ وهدين نكمل باقي الفقرات، اتفضل. شكرا ليك يا منى.